اليوم غادي نتعرفوا على كيفية الحصول على روابط الأفلييت، أي روابط المنتوجات اللي غنحاولوا أننا نروجوا لهم باش نحصلوا على عمولة مباشرة. وكذلك غادي نشوفوا كيفية الحصول على المعلومات الزبناء اللي كنبغيو أننا نعرضوا عليهم المنتوج ديالنا، طمعا أنهم يشريوا المنتوج. واليوم غادي نتكلموا على معلومات موثوقة وعالمية، وبالتالي الموقع اللي غادي نتكلموا عليه اليوم هو Partnerstack، اللي من خلاله غادي نحصلوا على معلومات الشركات، واللي من خلالهم نقدروا نحصلوا على روابط الأفلييت. ومن بعد ما كندخلوا الموقع عبر Partnerstack.com كنمشيو للماركت بليس وكندخلوا باش نشوفوا لي زونتربريز او لا الشركات اللي كاينه، واللي نقدروا اننا ناخذوا من خلالهم روابط الافيليات. وكت افيشينا كل اونتربريز او لا كل شركه على حسب المجال اللي كتخدم فيه. كاين اللي كيخدم في الماركتينغ، كاين اللي كيخدم في سي او، كاين اللي كيخدم بحال سويتشو ديجيتال باش ينمي البيزنس ديال العملاء ديالو، كما كتشوفوا معايا هنايا اللي كيخدم في المبيعات، كاين اللي كيخدم في الماركتينغ. المهم حنايا نختاروا هاد الشركات اللي يخدموا على الماركتينغ وناخذوا اكزامبل باش تعرفوا كيفاش تاخذوا رابط الافيليت. المهم تقدروا انكم تختاروا اي صنف وتختاروا اي شركه، كيبقى خاصكم غير تبركوا على هاد البوطون اللي سميتها جوين باش تعرفوا على الشركه. نقدروا نمشيو لشركه محدده اللي كتكونوا كتشوفوها بزاف في الاشهارات، وهنا كيكتبوا لكم واحد المعلومه انكم تقدروا تحصلوا على 25% من المبيعات للزبناء. مهم هي بالنسبه للمبتدئ راه بدايه جد مهمه انك تاخذ 25% من الارباح، واللي هي اللي قلت لكم في فيديو سابق كيخدموا بالسيستم او لا نظام الوان تو وان، يعني دائما كتربح كتقاسم الارباح مع الزبناء ديالك. باش نحصلوا على الافيليت لينك ولا رابط الافيليت كنكليكيو على فيو ويب سايت، وهاد الاثناء غادي نخرجوا في الموقع ديال monday.com. كنمشيو دائما كتقلبوا على الافيليت في الاخر ديال الصفحه اللي ديما كتلقاو، يا اما بحال هذا سيت اون فرونسي دونك غادي نلقاو الافيليه، الا كان سيت اون انغلي غنلقاو الافيليت، وشي مرات كنلقاو الكلمه ديال ريفيرال. دونك الا بركنا على افيليه غادي يخرجنا ويسولنا ويقول لنا واش بغيتو انكم توليو من الشبكه ديال الافيليه ديالنا، وتما كيكونوا واحد المعلومات خاصكم تدخلوهم وتزيدوا تعرفوا اكثر على الشركه، ومن بعدها كتعطيكم الشركه رابط الافيليت. المهم نخليو هادشي على جنب، يعني من بعد ما تختاروا الشركات وتعرفوا عليهم وتسجلوا معاهم ويعطيكم روابط الافيليت، كتخلصنا لو ترافيك اللي كنا قلنا بلي هو عدد الزوار ولا الناس اللي خاصنا نروجوا لهم المنتوجات. وفي هذه الاثناء خاصنا نعرفوا شكون هما هاد الناس او شكون هما هاد الشركات اللي خاصنا نروجوا لهم، اذا خاصنا المعطيات ديالهم. كيفاش يمكن لينا نتوفروا على المعطيات ديالهم؟ كاين واحد السيت اللي هو data.gov، كنمشيو ليه كندخلوا ليه وكندخلوا الداتا. اذا هنا في هذا السيت كنقلبوا على المعلومات اللي منشوره ديال الشركات، وهذا النظام ما كيديروهش اغلب الدول، ولكن كيديروه غير الدول اللي كيامنوا وكيخدموا وكيتبازاو على الماركتينغ ديجيتال في الشغل ديالهم. بحال دابا اليو اس اي هي دوله تري افونسي دونك كتخدم على بهذا السيستم. وكندخلوا للخانه ديال داتا كنمشيو للخانه ديال ببلشر، ببلشر غادي نلقاوها هنا كنديرو show more details، غادي نقلبو على الروابط اللي فيهم data point، يعني هادوك الروابط اللي على شكل data point هي اللي كتخولنا اننا نحصلو على المعلومات ديال الشركات اللي يلاه نشؤوا
في كل مدينه بحال دابا هنا داتا سيتي اوف نيويورك، يعني لي زونتربريز اللي كاينين في مدينه سيتي مدينه نيويورك. نفس الشيء كاين تكساس، كاين كاين شيكاغو، كاين اوريغان الى اخره. المهم نمشيو حنا لهاد الداتا ديال اوريغان، نكليكيو على بلوس، وبالتالي غادي ندخلو لي دوني اللي كاينين ديال الشركات في مدينه اوريغان ولا ولايه اوريغان. حنا هنايا غادي نديرو نيو بزنس ليست باش تخرج لنا لاريت ديال الشركات الناشئه اللي نقدروا اننا نصيفطوا لهم العروض ديالنا. تلاحظوا معايا باللي كاين 33 داتا سيت، دونك نختاروا شي شركات بحال دابا هادو شركات بداو في جولاي يعني في جويي. هنايا كاينين في ابريل يعني في شهر 4. نمشيو حنا نشوفوا شي معلومات، جون، اغسطس، سبتمبر، اختاروا هادو. اذا نمشيو نتيليشارجيو الفيشي سي اس في، يعني غيعطينا واحد الطابلو ديال لي دوني ديال هادوك الشركات. كيكون على هاد الشكل، تقدروا تشوفوا معايا هنا بحال اكسل، هو كيكون على شكل طابلو. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما دخلنا الفيشي اللي تيليشارجينا كنلقاو المعلومات ديال الشركات. يكفي انكم تمشيو تسيليكسيونيو شي عنوان وشي سميه ديال الشركه وتقلبوا عليها اونلاين. بيان سور غادي تلقاو العناوين وارقام الهاتف. اتونسيون ما تستعملوش ارقام الهاتف وتصيفطوا دي ميساج واتساب، حيت هذيك الطريقه غير احترافيه. حنا الطريقه الاحترافيه اننا نصيفطوا دي ميساج فيا دي ايميل، يعني يا اما البواط ايميل، ما غاديش نستعملوا رقم الهاتف ونصيفطوا عبر الواتساب، حيت الواتساب ما تعتبرش شي حاجه احترافيه. كما سبق لينا قلنا باللي في هذيك لا ليست اللي تيليشارجينا ما كنلقاوش لي زيميل اللي نقدروا نصيفطوا فيهم رساله احترافيه للترويج من اجل ترويج رابط الافيليات ديالنا ولا المنتوج ديالنا. لذلك حنا خصنا نهزو كما قلنا السميه ديال لونتربريز ونقلبوا عليها في جوجل باش نلقاو الكونتاكت ديالها. فهاديك لا ليست انا لقيت ماتريس كينغدوم، ها هما لقيت باللي كاين عندهم السيت ديالهم. من بعد ما يخرج لي السيت راني نقلب على شي كونتاكت سي ليكزيست ولا ان اكزيست با. غالبا كتكون في كونتاكت اس او لا في لا فان لا باج. دابا هنا عندي ها هو الايميل ماي ماتريس كينغدوم، غادي ناخذوه ونحاول اننا نرسلو ليه رساله عن طريق الايميل ديالنا. والايميل ديالنا خاصو يكون ايميل دار على ود هاد، ما يكونش ايميل خاص، انما ايميل دار على ود الترويج لهاد المنتج اللي كما كتلاحظوا انا كنستعمل سويتش ديجيتال نسبه الى شركه سويتش ديجيتال. هنا غادي نحتاجو رساله احترافيه. كيفاش غادي نحصلوا على رساله احترافيه؟ انا في البلوغ غادي نخلي لكم اللين ديالو باش تدخلوا وتاخذوا الرساله. ما عليكم غير ديروا ليها كوبي كولي كما تقدروا تلاحظوا معايا هنا، هو البلوغ ديال سويتشو ديجيتال، ها هي الرساله الاحترافيه. بالنسبه لي بما انني كنروج المنتوجات سويتشو ديجيتال، لوبجي هو ديجيتال ماركتينغ تولز بروبوزال. قلت لكم بلي الشركه ديالنا كيديروا خدمات كتخص ديجيتال ماركتينغ، هذا هو لوبجي اللي نقدروا اننا نديروا ليه كوبي كولي. و لي الكونتوني ديال ولا الداخل ولا المضمون ديال الرساله غادي يكون هو هذا الشيء، واللي غنديروا ليه كوبي كولي. دائما كنستعملوا كلمات لي تجر الزبون ديالنا واللي حنايا درناهم بلون مختلف كما كتلاحظوا معايا بالاحمر هنايا. وفي الاخر كديروا ثانكس اند ريجريتس وكترسلوا الرساله، وكديروا نفس الشيء لجميع الشركات اللي كيبان لكم انهم مناسبه. كتدخلوا بعد السيت ديال الشركه كتشوفوا الموضوع ولا المجال اللي كتخدم فيه، ومن بعد نتوما كتختاروا رابط الافيليات اللي غادي تروجوا ليه. بحال دابا انا هنايا غادي نقدر نزيد رابط الافيليات ديالي في الاخير. بحال دابا انا درت السيت ديال سويتش ديجيتال، ولكن نتوما تقدروا ديروا رابط الافيليات ديالكم هنا، ومن خلاله غادي تسهلوا الامور على الشركه باش تعرف اكثر على المنتوج.
إضافة أن الرسالة خاصة تكون احترافية، يعني خاصة تكون مكتوبة بعناية. أنا حطيت لكم واحد المثال تقدروا تعدلوه، على كل على حسب البرودوي ديالو أو لا السيرفيس ديالو. وكنتمنى أن الفكرة تكون وصلتكم، ودمتم سالمين، وما تنساوش بطبيعة الحال سبسكرايب ولايك.